موجودة. نقول ترنيمة سريعة كده مع بعضينا بس رجاء رجاء محبة، رنموا معايا، أنا ما بحبش أرنم لوحدي، ما بحبش أقول لوحدي، أوكي؟ كلنا عارفين الترنيمة دي صح؟ لأنسى عاما قد مضى، عارفينها؟ عارفينها؟ أنا مش سامع، عارفينها يا جماعة؟ مالكم نايمين ليه؟ ماشي يلا بينا. لأنسى عاما قد مضى يفيد بالحب واللطف والعنايات واللطف من ربي، ولا أنسى أنني كنت بين يديه وقد حملني كما يحمل الأب ابنه على صدره الحنان. لا أنسى يوما مد لي ربي يد النجاة، ولا كيف هل يسوع من علا، ولا أنسى أنني كنت كما يحمل الأب ابنه على صدره الحنان. لا أنسى حب فديا رغم كل العينات، وكم تمهل حينما ضعف علي ساد، ولا أنسى بين يديه كما يحمل الأب ابنه على صدره الحنان. لا أنسى كيد أعدائي وبغضة الأشرار، وكيف قد أنقذني يسوع أو رب البار، ولا أنسى بين يديه وقد حملني كما يحمل الأب ابنه على صدره الحنان. لا أنسى حسنا صارني بربنا الحبيب، وكم شرور كوير بالدم والصليب، ولا أنسى أنني كنت وقد حملني كما يحمل الأب ابنه على صدره الحنان. نقولها تاني طيب؟ نقولها تاني مرة تاني؟ بس ممكن تقولوا المرة دي معايا؟ أرجوكم. بصوا أنا المرة دي مش هقول في المايك، أنتوا اللي هتقولوا، أوكي؟ هخليكم أنتوا تبتدوا، أوكي؟ واي سناف شون. لا أنسى عاماً الحب واللطف والعين في من ربي، ولا أنسى أنني كنت بين يديه وقد حملني
كما يحمل الأب ابنه على صدره الحنان، لا أنسى يوما من داني ربي يد النجاة، ولكيف قلبي حلّه يسوع من عولا، ولا أنسى أنني كنت بين يديه وقد حملني، كما يحمل الأب ابنه على صدره الحنان، لا أنسى حبه فادي رغم كل العينان، وكم تمهل حينما ضعف علي ساد، ولا أنسى أنني كنت وقد حملني، كما يحمل الأب ابنه على صدره الحنان، لا أنسى كيد أعدائي وبغضات الأشرار، وكيف قد أنقذني يسوع أو رب البار، ولا أنسى أنني كنت بين يديه وقد حملني، كما يحمل الأب ابنه على صدره الحنان، لا أنسى حسنا صار لي بربنا الحميم، وكم شرور قاهرة بدمي وصالي. دلوقتي معانا الكرول بتاع طنط ناهند تمام بتاع الاليمنتري سكول. بصوا انا شفتكم الكرول اللي فات كنتوا ساكتين، وحتى معايا في الترنيمه كنتوا ساكتين، فمش عارف انتوا زعلانين ولا ايه، احنا في سنه جديده، فحاولوا كده تصلوا اكتر وتشاركوا، يعني تشاركوهم بالترانيم، هم مش هيزعلوا لو انتوا ما رنمتوش معاهم. السكرين بيبقى عليها، اوكي؟ نسقف لهم كده سقفه كبيره ونشجعهم. Good evening, everyone. Thanks.
الواحد يسمع صوت ربنا ازاي؟ اولا ربنا بيتكلم، ربنا مش ساكت، وربنا يحب يحكي، وقال لنا انه بيخبط على الباب ومستني اللي يسمعه ويفتح له ويحكي معاه ويتعشى معاه. ربنا بيتكلم الاول جوه قلبك، في حاجات قلبك بيقولها لك. ربنا بيتكلم في الانجيل، كل آية كلمة من ربنا. ربنا بيتكلم على لسان اللي بيحب ربنا ورجال الله بالذات. ربنا بيتكلم في المواقف اللي حواليك، حاجات كتيرة قوي بتقول لك ربنا عاوز ايه وربنا نفسه في ايه. إذن ربنا بيتكلم، لكن احنا بنطنش واحنا مش عاوزين نركز، احنا مش عاوزين نسمعه، احنا سامعين صوت دماغنا او دماغ الناس، ودماغي بتضيعني ودماغ الناس بتضيعني، انما صوت ربنا مش هيضيعني. ربنا معك. نلعب شوية؟ نلعب شوية؟ ولا مش عايزين تلعبوا؟ ممكن حد نور النور؟ ممكن تنور النور؟ بصوا، عندنا لعبة اسمها مين أنا؟ أوكي؟ عبارة عن أسئلة من الإنجيل وأنت المفروض تقول لي مين أنا؟ أوكي؟ معايا؟ عايزين تكسبوا؟ عايزين تكسبوا؟ ماشي. نبدأ بأول سؤال. ست زي الكل الستات والفضول قتلني، مين اللي يعرف يرفع ايد؟ ست زي كل الستات والفضول قتلني. اكيد اول ست الفضول قتلها هي حواء. لا مش قوي، لا مظبوط لسه. ساره؟ لا بس ساره ما ماتتش. مين؟ مرات
جاب نسقف سقفة كبيرة. هاتي هدي هاتي هدي. معلش في أسئلة جاية كتير تاني. السؤال التاني: أبان صاحب، بان صاحب لكني مش من هنا. أنا مش من هنا، أبان صاحب لكني من هنا. من بطن السمكة أطلع حاجة ساحرة. تاني: الملاك رفائيل بتجاوبت سقفة كبيرة. حد يعرف القصة؟ حد يعرف القصة؟ توبيا اكزاكتلي. حد عارف قصة توبيا؟ ليه؟ حد يعرف كان اسمه ايه لما نزل اساسا الملاك رفائيل؟ لا، الملاك رفائيل لما نزل وبان ان هو صاحب كان اسمه ايه؟ حدش عارف؟ تقريبا كان اسمه عزرا تقريبا. جود جوب. السؤال اللي بعده كان حكايتي في جملتين. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده ده لذيذ. حكايتي في جملتين وليا دور عظيم، يمكن كمان سنة سنتين أو يمكن 200. هقول السؤال تاني: حكايتي في جملتين وليا دور عظيم، يمكن كمان سنة أو 2 أو يمكن 200. مين؟ لا التاني. هو سهلة. عايزين عروستي؟ قولوا عروستي. عروستي؟ عروستي. أوكي. لا مش الابن الضال. واحد اتقال في اول، لا اول اسفار التكوين كده، اتقال عنه ايتين: وصار فلان الله اخنوخ. جود جاب، برافو. سقف نسقف. لا اللي يجاوب يسقف. شك جاوا صغار النفوس يا جماعه، جاوا الناس. مراتاتنا ما تزعلش مننا، مراتاتنا ما تزعلش مننا. ماشي. مشيت ورا مراتي وكلام مراتي وألهت مراتي فأكلوني الكلاب. أخاب أخاب. ماشي. واحدة تانية هنا بس بقى كده كده الموضوع مش فير. نرفع ايدينا، نرفع ايدينا. الصوت عالي قوي ورا، أنا آسف جماعة. أنا عارفك، أنا عارفك. معلش بس ممكن نوطي الصوت شوية. معلش. مشيت ورا الاحداث فحصل انقلاب. عارفين ايه هما الاحداث؟ فين ايه هما الاحداث؟ الاحداث اللي هما العيال الصغيرين. لا انت خدتي هدايا كتير بس قولي. مين راح بعام؟ جود جوب. صح، راح بعام ابن الملك سليمان. وعند راح بعام دوت راح ايه اللي حصل في المملكه؟ المملكه ومملكة جنوبية. تسعة كان الأشرار. مين الملوك الأشرار اللي كانوا في الشمال ولا في الجنوب؟ المملكة الشمالية كلهم كانوا أشرار. ندرت من غير حساب فخسرت الأحباب. لا خلاص بقى، يفتح الجلعد، يفتح الجلعد. انت خدت هدية؟ على فكرة الأسئلة برضو موجودة بالإنجليش، يعني أنتم ممكن تقروا الأسئلة اللي عايز. ماشي. اتأمرت على أبويا، اتأمرت على أبويا فشعري سبتي. اللي يعرف يرفع إيده. أبشالوم. سهلة دي صح؟ سهلة سهلة دي شوية. سقف يا جماعة. أفلوم. بدل المعجزة بعمل 2، ما انا اصلي بروحين. بدل المعجزه نصر اليشع. جود جاب اليشع. جود جاب. سقف يا جماعه، سقفه كبيره. سمعوني كده سقفه لوحدكم كده. سقفوا سقفه لوحدكم. بنيت ده سؤال سهل ده. بنيت الهيكل للمره الثانيه. سهل صح؟ سهل ده. حد من اللي ورا؟ لا. نحامية ما بناش الهيكل. نحامية بنى السور. لا، سليمان بنى اول هيكل. زربابل. برافو. سقف يا جماعه، سقف.
نبي بس مش نبي، وكل ما اقول حاجه اقول عكسها. مين قال بالعام؟ جود جاب عم. الصوت عشان خطر. اتجاوبت خلاص. ممكن بس عشان خاطر الصوت، عشان نسمع كلنا بعضين، واللي يعرف السؤال يرفع ايده. يعني انا اسف. ماشي. السؤال اللي بعده ماشي. ده سهل. ده كنت بدفن الموتى في السبي وفي الاخر اتعميت. سهل جدا. توبيا صح؟ مش توبيت يعني؟ مش توبيت؟ توبيا. ماشي. السؤال اللي بعده. عيطت وصوت لحد ما افتكروا ان من الخمره اتسطلت. لا، حد جديد. فين الجديد؟ اسمها ايه؟ اكيد مش هنقف من على الباب السلم ويا مصمويل. مصمويل مش هنعمل كده. حنا برافو. ندي لهم هديتين. ده سؤال بقى عايز اي كيو عالي. وانت طيب عم تعيش. ايه هو الباب اللي من المياه؟ لا، ايه اللي هو الباب اللي من المياه والمفتاح بتاعه من خشب؟ البحر اللي ضربه موسى. لا، قربنا. البحر الاحمر. جود جاب. اقول لنفسكم سقفه كبيره. انا اخد هديه. هاتي لي الهديه. ماشي. ايوه كده يا جماعه، اتشاركوا معانا كده شويه. كلهم جاوبوا في ايديه. ماشي. السؤال ده بقى حلو قوي. سؤال حلو ده. ها، اذكر ثلاث حالات مختلفه للنار في الكتاب المقدس. اذكر ثلاث حالات مختلفه في النار للكتاب المقدس. نار مدمرة، نار شاهدة، نار باردة. كل واحد يقول واحدة. يعني كل واحد يختار واحدة. نبدأ بالنار المدمرة. عمو ناجح، سادوم وعمورة، جود جاب. نسلم له الهدية. طب النار الشاهدة؟ العليقة. تمشي. هي حلوة بس هي في واحدة تانية. لا، دي اللي مش هي. دي الأخيرة. ها؟ لا. مين؟ نار شاهدة. حصل موقف كده، نار نزلت خلت كل الناس تبص كده. مين قال إيليا؟ جود جاب. إيليا. نار شاهدة إيليا. والنار الباردة سارة كندا الياسمين التون. جود جاب. أنت حبة للباقي. تمام. شكرا. يلا جسم. Okay. You guys are very asleep. You guys are very asleep. لسه بدري. Okay. معانا دلوقتي كورال ثمار الروح. Okay. These are middle school kids. So real quick, I want everybody to turn around, look next to you. ممكن نسلم على بعض ونعيد على بعض. Okay. احنا كل سنة مع بعض. Right. Okay. وان شاء الله نبتدي سنة جديدة مع بعض مع المسيح. Okay. كل سنة وانتو طيبين. كورال ميروسكو.
كل سنة وانتو طيبين. على 2024 احنا داخلين، الكل يكون فرحان وينسى تعب السنين. احنا اتولد لينا مخلص كفرح كل قلب هزين. اختار يتولد من العذراء البتول، وبمدحة احنا فرحانين. اللي غير قلب الخطاه زي موسى الاسود واغسطين، قادر يغير قلوبنا، وزي ما هو قدوس نبقى احنا قدسين. واحنا على عين جديد داخلين، هنقول له يلا يلي حبستنا في الماضي هتكمل حفظك، احنا في وجودك واثقين. كورال سفار الروح جاي يهنيكم ويقدم ليكم احلى ترانيم. Toteron of Moel, Ashio, Ben Gaspen, Oteli, Jeben, Joyce, Isos, Becherestos, Amaschen, Bethlehem. Hail to the city of our Lord, the city of the living, the dwelling of the righteous, which is Jerusalem. Sherene'o Bethlehem eti bolis eme profiti, nitari eme profiti, ed venji misi en emeno in today the true light. Bethlehem and Teddy Osea, Cotoni is meat and a prophet. Isaiah, the prophet, proclaimed with the voice of joy, saying she will give birth to Emmanuel, our good Savior. Alleluia. Thank you.
حياته عشان يجود يشفي مرضى وينير عقول عايش عشان يثبت محبة ما وفى عنها مهما قول عايش عشان يثبت محبة ما وفى عنها مهما قول كأني لقيتك شيء عجيب شيء يفوق كل العقول كأني لقيت أعظم إله اللي بين كل الحلول كأني لقيتك شيء عجيب شيء يفوق كل العقول كأني لقيت أعظم إله
جماعه بس تنويه بسيط كده، اللي عايز التامبولا مع انكل ناجح هنا ماشي. All right, let's have some fun. Okay, so we have a little bit of time here. So can we turn on the lights? Uncle. There we go. Okay. All right, so here's what's gonna go down. You guys know all the song 12 Days of Christmas? On the first day of Christmas. Okay, so what we're gonna do now is we're gonna sing the same song together, but we've changed some of the words. So we can do it one of two ways. Either I can have 12 people volunteer and stand here with me, or I can say the line and you guys can say it after me. So what do you guys think? Is anybody willing to volunteer to sing, to stand up here? Yes? Okay. I'm gonna need 12 people. So I'm gonna need 12 different hands. All different ages. Not just older, not just younger. I need all ages. Huh? Who's gonna be volunteering for the first day of Christmas? Huh? First day of Christmas. Huh? Come on, somebody, give me something. Huh? First day of Christmas, come on. Huh? Second day of Christmas, who's gonna volunteer second day? Day two, somebody. Day two, come on. Day three, somebody give me day three. Come, day three. Day four, who's gonna sing day four for us? Huh? Day four, come, John. Day five. Huh? Day five, I got you already, Tyler. Come on, who's day five? Day five, come on. Day six. Huh? We have still six more days. Come on. Huh? Somebody else, come on. We still got 6 days. Huh? Anybody, come on. Okay, yes, come on. Day six. Where's day seven? Day seven, come on. It's not fun if I'm just begging for people. Come on. Day seven, come on. Yeah, yeah. Come. Day eight. We need day eight. Some of the people standing in the back. Come on, day eight. Come on, we got four more days. Come on, have some fun with it. I can sing the rest of them, but that's not fun. I need some of the adults. The last four have to be adults. Adults who are sitting. Come on, I need day nine. Somebody give me day nine. Day nine. عايزين الشباب اللي قاعدين. من الشباب الجمال اللي قاعدين دول. Day nine. Nobody? Uncle Tiggy. Day nine? 9, 10, 11, 12. Yalla. Okay, perfect. Are you guys ready to sing? Come on. Yes, you're gonna sing. I'll tell you what you're gonna sing right now. Huh? One more? Huh? One less volunteer. Who do you wanna pick? Go get mom or dad. Huh, come on. Huh, come. Okay. Shh. Are we ready to sing? Okay. So the song goes, as you guys all know, do we have our 12 people? We're missing a few. تفضلوا معنا. Yeah, please. Okay, as the song goes, you guys are all gonna sing with me. On the first day of Christmas, my true love gave to me. Okay, say after me. On the first day of Christmas, my true love gave to me. Again. On the first day of Christmas, my true love gave to me. Okay, so the first one is going to be a precious nativity. Okay, I'm gonna say it and you're gonna say it after me. On the first day of Christmas, my true love gave to me a precious nativity. Hello, all together. On the first day of Christmas, my true love gave to me a precious nativity. On the first day of Christmas, my true love gave to me a precious nativity. A precious nativity. You guys have to remember it because you guys are going to say it with him now. Now we're going to go on to day two. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves, okay?
On the يلا مع بعض 1 2 3 on the second day of And the precious nativity. Okay, so now what's going to happen is they're going to keep saying it one by one, and you guys have to say it with them. The third day of Christmas is three wise men, okay? So it's going to be, this is number two. So it's going to be three wise men, two turtle doves, and a precious nativity. Okay, you're all with me. On the third day of Christmas, my true love gave to me three wise men. Two turtle doves, a nativity, a precious nativity. Okay, you guys are getting it. Keep going. Very good. Okay, day four is four gospel writers. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me four gospel writers. Three wise men, two turtle doves, a precious nativity. Okay. Day five is going to be five wise virgins. But this one, you don't say it the same. You have to say it very high. It goes, five wise virgins. You have to say it exactly that way. Are you going to try it? On the fifth day. You ready? On the fifth day of Christmas, my true love gave to me five wise virgins. Four gospel writers, three wise men, two turtle doves, a precious nativity. Very good. And you guys have to notice that the words aren't the same because we took them from the Bible, so it teaches you to just pull different things from your Bible. So the sixth one is six jars of wine. Okay? On the sixth day of Christmas, my true love gave to me six jars of wine. Five wise virgins, four gospel writers, three wise men, two turtle doves, a precious nativity. Okay, number seven, you ready? Seven is seven archangels. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me seven archangels. Six jars of wine. Five wise virgins. Four gospel writers. Three wise men. Two turtle doves. A precious nativity. Okay, you guys ready for number eight? This one I had to get a little crafty. There wasn't a lot of things in the Bible with eight. Eight is when eight saved in the ark. Can you try it? You forgot? Huh? Give it a try. Huh? Do you want to switch? Can you switch with her? Okay, so you'll be number eight and you'll be number 10. I don't know if that's any better, but we'll try it. Okay, eight is eight saved in the ark, okay? On the eighth day of Christmas, my true love gave to me eight saved in the ark. Seven archangels. Six jars of wine. Five wise virgins. Four gospel writers. Three wise men. Two turtle doves. A precious nativity. Not too bad, not too bad. We have four more, okay? You guys ready? But you guys, I don't hear you guys singing. You have to sing with them. Okay, nine is nine fruits of the Spirit. Okay? All together, nine fruits of the Spirit. Okay. On the ninth day of Christmas, my true love gave to me nine fruits of the Spirit. Eight saved in the ark.
8, 7 in the ark. 7 archangels, 6 jars of wine, 5 wise virgins, 4 gospel writers, 3 wise men, 2 turtle doves, a precious nativity. Okay, almost there. Number 10 is 10 lepers healed. On the 10th day of Christmas, my true love gave to me 10 lepers healed. 9 fruits of the Spirit. 8 saved in the ark. 7 archangels. 7 archangels. 6 jars of wine. 5 wise virgins. 4 gospel writers. 3 wise men. 2 turtle doves. A precious nativity. Okay, 2 more. We're almost done. On the 11th day, we have 11 faithful disciples. On the 11th day of Christmas, my true love gave to me 11 faithful disciples. 10 lepers healed. 10 lepers healed. 10 lepers healed. 9 fruits of the Spirit. 9 fruits of the Spirit. 8 saved in the ark. 7 archangels. 6 jars of wine. 5 wise virgins. No. 4 gospel writers. 3 wise men. 2 turtle doves. A precious nativity. Okay. Last one. But this last one, I'm going to tell you what the words are. And I'm not going to have them sing it. I'm going to have you guys sing it. You guys heard it 11 times now. So they're not going to sing it. I'm going to have you guys sing it. Okay? The last one is 12 minor prophets. Okay? So we're going to have them go down one more time saying it. And then you guys are going to say it all together. On the 12th day of Christmas, my true love gave to me 12 minor prophets, 11 faithful disciples, 10 lepers healed, 10 lepers, 8 fruits of the Spirit, 8 saved in the ark, 7 archangels, 6 jars of wine, 5 wise virgins, 4 gospel writers, 3 wise men, 2 turtle doves, a precious nativity. You guys can have a seat, thank you. Okay, can we say it one last time all together? Yes? Are you ready? We'll start from day 12 and we'll just say it one time all the way through. On the 12th day of Christmas, my true love gave to me 12 minor prophets, 11 faithful disciples, 10 lepers healed, 9 fruits of the Spirit, 8 saved in the ark, 7 archangels, 6 jars of wine, 5 wise virgins, 4 gospel writers, 3 wise men, 2 turtle doves, and a precious nativity. Thank you, guys. معادنا مع كورال كسارة روح نرنم معاهم ونصلي معاهم وأرجوكم نبقى هادين في الصوت علشان هم تعبوا جدا فأقل واجب ان احنا نديهم أهمية في الترانيم اللي هم بيعملوها. Thank you.
Thank you.
to thy tribes on Sinai. Thank you.
each year, God is there to strengthen us, and He is the only constant that we have in our lives. He makes our lives easier and gives us a home. If God was not in our lives, we would be lost. With God, we can finally breathe, and He is the one thing that can keep us steady. He will always hold us in His hands as we walk throughout each year of our lives. And tribulations throughout our lives. We all experience trials and tribulations throughout our lives, and we are often left in a state of hopelessness. We feel as if God has forgotten about us, and we have to endure our suffering alone. Despite our emotions, God is always there. He is our protector, our armor, and a place where we can seek shelter. He hears our prayers and will never stop finding a way to reach us. God will always be there to rescue us.
Okay, up next we have the scouts, but until then, we have a few questions for you guys, okay? Right. Starting with you, Peter, what is your first New Year's resolution? Top of the list. You want to read the Egbeya every morning and every night. Good one, good one, good one. Let's see. What's another New Year's goal, New Year's resolution that somebody has?
Nobody has any goals for the new year. انتوا كلكم كده تمام؟ مش عايزين تغيروا اي حاجه. I personally want to start reading books. انا مش بقرا خالص. So I want to read different books. She said she wants to learn to be patient with the kids. That's a good one. That's a really good one.
Nedra Seraphim. Jacqueline Hanna. Jacqueline Hanna. Suzanne Samuel. Raga Girgis. المسابقة بتاعت درس الكتاب دراسة الكتاب هتتوزع الجوائز بتاعتها بعد عيد الغطاس إن شاء الله. مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك. كل سنة وأنتم طيبين وهابي نيو يير. Thank you.
طبعا يشرفنا النهارده ويسعدنا ويفرحنا كتير وجود ابينا المحبوب سيدنا الانبا كراس ومعاه الضيف بتاعنا برضو ابونا جورجيوس ابا مينا. السنه اللي فاتت كان ابونا بنيامين المحرقي، السنه دي سيدنا جايب لنا ابونا جورجيوس. بركه كبيره جدا وجود ابونا جورجيوس معانا، وجود كمان طبعا سيدنا كاب روحي بيلتف حوالين اولاده، بيشاركنا في افراحنا وفي كل المناسبات بتاع الكنيسه. فاحنا كلنا باسمكم نرحب بوجود سيدنا معانا، وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. Happy New Year. السنه دي في حاجه عرض مختلف. الفريق الكشافه قرر يشترك معانا، ولو لو العرض ده عجبكم يبقى انا وسامح اللي عاملينه، لو العرض ده ما عجبكوش ولادكم هم اللي عاملينه. عرض الطبل والاعلام ده عرض ترحيبي بيتعمل في المعسكرات الكشافه، والنهارده بنرحب بيكم، بنرحب براس السنه الجديده وميلاد يسوع، بنرحب كمان بافتتاح الكشافه الجديده. وفي كمان سكتش صامت بيشرح اللي بيحصل في العالم ومبادئ الكشافه وان ازاي الكشافه بتقرب ولادكم من ربنا. الكشافه هي منظمه عالميه، واحنا مشتركين في المنظمه العالميه، مش مجرد الكشافة بتعلم الفلك والنجوم، تسلق الجبال وإسعافات أولية، وإزاي نستخدم البوصلة في أي وقت وفي أي مكان. You learn astronomy and stars, climb mountains, first aid, and how to use compass if you get lost. For example, اعتبروا مثلا نهاية العالم أو حاجة، مفيش كهرباء، مفيش واي فاي، ابنك تاه ومعه بوصلة، تمام؟ فلو هو في الكشافة يكلمني وهنلاقي الطريق سوا. دي لازمتها، ومعرفش مين اللي كتب الكلام ده. في اوقات كتير جدا بنقابل مخاطر، ولازم اولادنا يعتمدوا على نفسهم. الكشافه نظام وشده مش لجنه تنظيم. الكشافه بتخلي عندك حب استطلاع والمغامره، وتعليم اولادنا يكونوا اشخاص سويين، بتنمي الفكر والعقل والروح، وتطلع شخص اجتماعي قادر يتكيف مع المجتمع. There are some risks and you must depend on yourself. Scouts are not an organization team. Scouts leave you with a love of adventure. Scouts make you a social person capable of adapted in society. كشافة بتطلع قادة مسؤولين وأشخاص قادرين على اتخاذ قرارات. كشافة دورها تنبي موهبة أولادنا. Scouts makes the responsible leaders and a person who is able to take decisions. Scouts develop and grow your talent. Finally, الكشافة عبارة عن مغامرة وأسرار، بس اللي عايز يكتشفها يدخل معنا كشافة. Scouts are adventure and secrets, but for who wants to discover it, be in a scout. Scout is a huge. وأخيراً نحب نشكر أبونا رفائيل لأنه هو اللي كانت فكرته. نحب نشكر أبونا مينا لأنه كمل معنا المشوار. ومعنا اثنين من القادة الأضلت، أستاذ ريمون. معنا شخصية متميزة لحد الوقت مش عارف لها اسم. متعدد الشخصيات ومتعدد الجنسيات. وفيق، توفيق. أو شنودة. نحب كمان نشكر القادة أبانوب كديس، ماركو حكيم، ليديا يعقوب، إبرام كامل، مهرائيل بشاي، سيمون جابي، وطنطرانيا سحاق، لأن من غيرهم ما كناش قدرنا نعمل عرض زي ده. اتمنى تستمتعوا بالعرض. وبنشكر سيدنا على وجوده النهار.
يعلنوا. العرض عجبكم؟ حلو؟ أنا اللي عملته، ما كنتش عارف سامح، سيبكم من سامح، أنا اللي عملته. ماشي، العرض اللي جاي صامت، سكتش صامت، أنا سكت عليكم النهاردة. السكتش صامت محتاج هدوء على الآخر ومحدش يفتح فلاش. ماشي؟ هنفتح دلوقتي، جاهزين؟ لو عجبكم أنا اللي عاملاه.
عايز كده كل سنة وحضراتكم طيبين. نشكر ربنا أولا على الأيام اللي فاتت كان موجود معانا في حياتنا، بنصلي إن هو يفضل معانا على طول بقية حياتنا. بنفرح وربنا نجانا من فخاخ كثيرة منصوبة لنا من قبل إبليس. كل سنة وانتم طيبين ويجعلها سنة سعيدة عليكم. 2024 تكون كل واحد يحقق أمانيه. شكرا لربنا، شكرا لسيدنا على وجوده في حياتنا وموجود معنا في كنيستنا وعلى النشاط اللي بيعمله. شكرا أبونا رفائيل، شكرا أبونا مينا، وبنرحب بأبونا جورجيوس أفا مينا الدير اللي تربينا فيه وكنا بناخد فيه حلوات. النهاردة السحب على جوائز الطنبولة اللي هي في الأول وفي الآخر أنا بهني كل اللي هيكسب، بقول له ألف مبروك مقدما، وبقول للي ما كسبش أنت برضو كسبان. ليه؟ لأنه دعم للكنيسة. كل دونيشن وكل أنت دولار دفعته هو مساعدة للكنيسة بغض النظر كسبت أو ما كسبتش. إذا ما كسبتش على الأرض هتكسب في السماء. فكلنا كسبانين، كلنا بنشارك في محبتنا للكنيسة عشان نبني الكنيسة بتاعتنا. فشكر خاص مني بالأصالة عن نفسي وأسرتي، بشكركم كلكم وبقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وشكرا على مشاركتكم في الجوائز. الجوائز سيدنا طبعا مع الآباء هو اللي هيسحبها. هم 10 جوائز بس، يعني مش بكتر الجوائز لكن بقيمتها. عندنا من فوق لتحت من تمثال الراعي، ماري جرجس، الملاك، الصليب، والبراويز، برواز ماري مرقص وبرواز القديس أبانوب، وعندنا ستاير الملاك ميخائيل، وعندنا ستارة تانية الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بولا فانوس، وعندنا صورتين تانين زي الستاير. فسيدنا يبدأ يسحبهم. فزي ما أنتوا عايزين من الأول أو من الآخر، زي ما سيدنا يقرر هو والأباء. هنبدأ بالجوائز الصغيرة الأول. أول واحد كسب رضا. رضا موجود؟ طب نخلي الجوائز في الآخر. حاضر، ما مش عارف هو موجود ولا لا. اكتب لي رقم 10، خد القلم اكتب على الورقة 10. مدحت حنة، مدحت ولانا، الجائزة الثانية برضو، الثالثة رضا. رضا الجائزة الرابعة اس اي سامي، الدكتور سامي. اصل اختصارا لسه شاريين، فاختصار للوقت والارقام فحطينا كده حروف. ممكن برضو اسحب واحده لابونا، جبت ابونا
ديفيد وهبة. ديفيد وهبة. الجائزة اللي جاية ستارة من الستاير الملاك ميخائيل. الملاك ميخائيل. ان اس ان اس ان اس سامي. الدكتور سامي برضو. تيتا تيتا. اللي بعد كده ستارة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا ومعهم أبونا فانوس. جوناثان بوليس. جوناثان بوليس هنا برضو بنفس الصف. روماني. اللي بعد كده الصليب. الصليب. الدكتور منير مورغان. موجود. خليك يا دكتور خليك خليك. مش عايزين حد يا جماعة. احنا في الاول وفي الاخر كلنا كسبانين لو سمحتوا. اللي كسب واللي ما كسبش كلنا كسبانين. بعد كده الملاك. بعد كده الملاك. صالح. صالح. الملاك. وصله له. بعد كده ماري جرجس. بكرفوا حبيبي. تمثال ماري جرجس. نيفين ميلاد. نيفين ميلاد. نيفين ميلاد. ماري جرجس. الجائزة الأخيرة الدكتور منير مورغان. على فكرة يا جماعة الدكتور منير مورغان اشترى $200 فربنا يعوضه. كل سنة وحضراتكم طيبين. كل سنة وانتوا طيبين. في تاني؟ شكرا لحضراتكم. وكلنا كسبانين زي ما اتفقنا. مش عايز حد يزعل. وده كله لدعم مباني الكنيسة. كل سنة وحضراتكم طيبين. Thank you.
نكمل بقية الأسئلة. نكمل. طبعا الصف ياه هو اللي كسبان، فالصف ده ما يجاوبش نهائي، ما يجاوبش. هسد وداني، هسد وداني. ماشي نرجع. رجلان لم يذوقا الموت، مين؟ سهل. لا قولوا سويا بقى، نقولوا كلنا. اول واحد، اول واحد مين؟ ايليا. والتاني، التاني اخنوخ. برافو برافو، ليكم جايزه كلكم. ده حلو السؤال دوت. بص السؤال، انا عايز اجابتين منكم، انا عايز اجابتين منكم. السؤال بيقول ليا تلت ابناء، نبي مشهور، كاهن، ونبيه، والتالت نبيه. انا عايز التلاته وعايز الاسم. موسى وهارون ومريم. موسى وهارون ومريم. طب مين بقى نفسها؟ مين هي اللي عندها تلت ابناء؟ مين؟ يكابد. برافو، جود جاب. السؤال ده بقى حلو قوي، السؤال ده حلو. لا مش هتعرفوا تجاوبوه. السؤال حلو، امتى؟ السؤال الاول، هو موسى دخل ارض الموعد؟ دخل ارض الموعد؟ ما دخلش، صح؟ مين اللي دخل؟ طب انا اقول لكم على حاجه، اقول لكم انا على حاجه. موسى دخل ارض الموعد مره، امتى؟ التجلي. عيد التجلي، مظبوط مظبوط. لا انسقف سقفه كبيره. المره الوحيده اللي دخل فيها موسى بالروح كانت في عيد التجلي. هو سؤال محوري شويه، عارفين اللي هو سؤال ما بين السطور. معيش جوائز دلوقتي، انتوا خدتوا الجوائز في الطنبلة. ما كنتش كويس، وجيل ورا جيل كان بيتعاير باسمي. هقول السؤال تاني، ما كنتش كويس، وجيل ورا جيل كان عمال يتعاير باسمي. انا واقف هنا، ما دام الاجابه ما بتطلعش غير من هنا، انا واقف هنا. مين؟ مين؟ لا. مين؟ مين؟ لا. عروستي؟ طيب هو موجود الاسم دوت، موجود ناحيه سفر اخبار الايام الاول والثاني. لا، وملوك اول وملوك ثاني. الاسم الثاني يربعام ابن نباط. عارفين ليه؟ يربعام ابن نباط كل شوية، بالظبط كل شوية يقولوا وسلك هذا مثل ما سلك أبيه يربعام ابن نباط. كل شوية، كل آيتين ثلاثة يقول لك برضو سلك زي يربعام ابن نباط، نفس الخطية، يسيبوا ربنا ويعبدوا الأوثان زي يربعام ابن نباط. فعشان كده تعاير باسم، كان عمال يتعاير باسم. عيروني بقرعتي. برافو، كلكم جاوبتوا. طب اسمع الاجابه كلكم كده عشان ما اسمعش. عيروني بقرعتي فاكلتهم دببه. مين؟ انطون؟ لا انا لسه حي. لسه حي. ليش على النبي. برافو برافو. مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين جميعا. نفسنا تبقى يعني المسرح ده دايما مليان بيكم كده، وانتم فرحانين، والكنيسة كمان الناحية التانية نحب انها تبقى مليانة كده كل يوم وكل وقت. طيب هنتفرج النهاردة دلوقتي على سكتش صغير، يعني لمدة يعني 15 minutes كده ماكسيمم.
السكتش بيتكلم عن الآية اللي بتقول أنا واقف على الباب وأقرأ من فاتح لي أدخل معه أتعشى معه وهو إيه معي. إحنا بنفترض إن السيد المسيح فعلا جه خبط على بابنا وقلنا له تفضل أوكي، يا ترى هنعمله إزاي؟ كويس وحش ولا يعني حسب الظروف؟ خلينا نشوف الأسرة اللي موجودة معنا النهاردة اتعاملت مع يسوع المسيح ازاي، وكل واحد فينا يسأل نفسه يا ترى لو السيد المسيح خبط على باب النهاردة أنا مستعد استقبله، ولو استقبلته في بيتي هقبله معايا، هسيبه ينظم لي حياتي، ولا أنا همشي بحياتي وهو مجرد ضيف ياخد الواجب بتاعه ويمشي؟ تعالوا نشوف مع بعض، والسؤال مطروح لكل واحد فينا يسأل نفسه أنا لو كنت مكان الأسرة دي كنت هعمل إيه؟ أوكي؟ طيب معلش يا جماعة ثواني بس، احنا عندنا بس يعني عطل فني ده بسيط بنظبطه، ولو كان هيطول كنا يعني هنعمل مسابقة ولا حاجة يعني، بس احنا جاهزين يعني، بس دي حاجة مفاجأة. خلاص خلاص يا باشا، خلاص خلاص، من فضلكم بس الصوت ورا علشان كلنا نسمع، لو سمحتوا الصوت ورا، من فضلكم الصوت في الصالة، الكورنر اللي هناك ده عند تيمو، الصوت لو سمحتوا. Thank you. اتعب من الماضي بكل ما فيك وجروح تنزف لسه بتأذي، بس اما ينادي يقول يا يسوع اتعب من الماضي كل ما فيك وروح تنزف لسه بتأذي، بس اما ينادي يقول يا يسوع. بس يا ماسيو انت يا شنودة، انت يا واد كفاية. في ايه؟ انا مش عمال اقول لك كفاية ولا لا يا ماما؟ بتلعب انت كمان، انت كمان هجيبك من قفاك وهرنك حتة علقة. طيب لو كنت شاطر عسليني. يا مكرم على اللي بتعمله فيا يا ابني، انت وهو كفاية، ابوك نايم وعايز اخلص الاكل، الضيوف زمانهم جايين. ماما يا ماما. نعم. فين فردة الشراب دي؟ انت بتهزري؟ يعني انت هتفرق معاكي؟ ما انتوا يا بتوع الايام دي بتلبسوا فردة لون وفردة لون، يعني كانت على دي انت كمان. امشي. يا ماما ماما. نعم. عاوزة شنطة جديدة. حاضر لما يسحبوكوا. يا ماما يا ماما يا ماما. نعم. انا عاوز فلوس اللاين. اوعى بقى لما يسحبوكوا قلت. انتي مش قلتي هتجيبي لي عجله؟ انت ايه ده، انتوا طلباتكوا كتيره. اوعى اشوف الاكل على النار. اوعى سيب البالونه دي بتاعتي يا ماما. سيبها لها يا واد.
دي بتاعتي. لا دي بتاعتي انا. هي كانت بتاعتها بس بقت بتاعتي دلوقتي. كفايه انت وهو كفايه. اه يا دماغي انا تعبت منكم. ايه الدوشه اللي انتوا عاملينها دي؟ يعني الواحد معرفش يرتاح في البيت ده شويه؟ ها يا رمضة. ايه انا معرفش ارتاح في بيتي شويه؟ ده انا شغال ومهدود الاسبوع كله، عاوز ارتاح، ارتاح شويه. لو كنت عايز تنام يا بابا حط راسك تحت الميه. يا مكسور الرقبه. يعني انا اللي مرتاحه يا مينا؟ مدينة اهو مكفيه عشانك وعشان ولادك ولسه كمان الضيوف اللي جايين، وانت لسه نايم لي. يعني كان لازم النهارده حفله عيد الميلاد. يوه، يعني انا غلطان كالعاده. معرفش بقى، هروح اشوف الاكل ده اللي هيتحرق. يا مكسور الرقبه. يوه، في ايه؟ في ايه؟ روح وغير هدومك، الضيوف زمانهم جايين. يلا. طيب طيب كلس، هم مين العيال انت عزمتهم النهارده؟ ولاد طنط ناهد وانكل ماجد. وكلهم جايين؟ ايوه كلهم جايين. هي طنط ناهد هتيجي عامله كده؟ ايه اللي انت عامله ده انت وهو؟ ايه ده؟ انتوا كلكم عملتوا الهوم ورك؟ عملناه. خلصتوه؟ خلصناه. يعني مفيش اي بروجكت؟ مفيش. يا سلام يا سلام سلام. هوريكوا على اللي بتعملوه فيا ده. حاضر حاضر. مش عارفين نقعد النهارده. مين على الباب؟ ايوه مين؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا يا ولاد. ازيك يا ناهد؟ عامله ايه؟ وحشاني. ايه يا بنتي انت ليه تعبتي بس؟ شكرا يا ناهد. وانت طيبه يا ناهد؟ انا كويسه. ايه يا بنتي يعني ما كانش في عيد ميلاد انتوا مش هتيجوا؟ ليه بس كده؟ مش عارفه يا رندا، انا مش طبيعي حبيبتي. الف سلامه عليك يا حبيبتي. ازيك يا امي؟ هاي طنط. ايه ده؟ ازيك يا ميري؟ هاي طنط. ايه يا اختي ده؟ هو في ايه؟ ايه يا بنات العسل ده؟ انتوا كبرت اهو. I don't care. في ايه يا ناهد يا حبيبتي؟ هما ليه ولادك بيكلموني بالطريقه دي؟ No, I don't like to speak Arabic. Yeah, it's here. Fallahi language. Yes, it's old fashioned. ايه ده؟ ايه انا بسمعه ده؟ طيب. مين على الباب؟ افتح يا مينا، انا يسوع النصري. يسوع؟ يسوع؟ اه هو يسوع فعلا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اتفضل. ازيك يا مينا؟ ازيك يا يسوع؟ انا لقيت النور منور عندكم. وسمعت صوت هيصه كده فقلت اجي اشارككم ولا؟ لا 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 ابدا، اهلا اتفضل. احنا بس مشغولين شويه عشان عيد ميلاد بنتي، لكن طبعا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شكرا. اهلا. ازيك يا يسوع؟ ازيكم عاملين ايه؟ كل شويه اديك شايف العيال حاجه صعبه جدا. طبعا انت عارف دناهد وعيالها. طبعا. ودي رندا مراتي. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ ازيك يا يسوع؟ انا كمان بحضر العشاء ثواني ويبقى جاهز. الا قول لي يا يسوع، بتحب المكرونه البشاميل؟ طبعا انا احب اشارككم في اي حاجه. ثواني ويبقى جاهز. طيب انت بتحب البانيه؟ اه. وتحب تاكل عيش مؤمر ولا عيش عادي؟ عيش عادي. عيش عادي يا رندا. حاضر، ثواني والاكل يبقى جاهز والبيت بيتك. اوكي. انت عارف يا يسوع، احنا بنفكر نعمل مشروع انا ورندا مراتي، عشان كده هتلاقينا مشغولين طول الوقت ما بين التفكير والمشروع وشغلنا اللي طول الوقت ده هيدك فظيع، حتى مش عارفين ناخد بالنا من العيال. شغل طول الوقت، شغل طول الوقت. احنا بنفكر نفتح مطعم اهو يزود دخلنا 200%. احنا حاسبينها كويس قوي. الله 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 الله. ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا يسوع؟ انا يا مينا برتب حاجاتك هنا. تقول ترتب حياتي؟ لا، بقول برتب حاجاتك، بس برضه اتمنى ارتب حياتك واولوياتك. لا 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 سيبك، احنا متعودين على الحاجات دي، خلينا في الاكل. تعالى ادعو عمال مراتي، اتفضل. اصل انا يا مينا بحب النظام والترتيب والنظافه، وبصراحه انا شايف ان حياتك بالطريقه دي صعبه قوي.
انت محتاج ترتيب لحياتك ولاولادك كمان. ان شاء الله وعشنا يعني انا بوضبهم بعدين، ما تشغلش بالك يا رب. يا حبيبي ما هو ربنا شاء اهو، اديله فرصه يدخل وينظف لك. سيبك من موضوع التنظيف ده دلوقتي خالص، ما تفكرش في الحاجات دي. اتفضل اتفضل. طيب يلا العب شوت شوت. لا 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 لا، احنا نلعب فايتنج احسن. انا هغلبك. اغلبه يمكن؟ يا حبيبي اللي يغلبك اغلبه واللي يضربك اضربه. يلا حل عني بقى. لا 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 يا حبايبي ليه كده؟ العبوا مع بعض ما تتخانقوش. ما تصحش يا مينا تقول للولد الصغير كده يا حبيبي، علمه التسامح. بيقول لك التسامح، في حاجه اسمها التسامح؟ التسامح ما ينفعش الايام دي خالص. لا ده كل بتاعتي، لا ده كل بتاعتي. ايه يا سيدي يا حبيبي؟ قوم وانت كمان بتعيط ليه يا حبيبي؟ اصل ما ماما مش فاضيه. انت صغير ما ينفعش تلعب معانا. لا انا كبير. صغير صغير صغير. وانت وحش وحش وحش. لا 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 بلاش يا سامي، قول له يا حبيبي ربنا يسامحك. انت يا واد يا سامي انت على طول كده عياط عياط، بس انا عارفه ايه اللي بيخليك يا سامي. خد خد التليفون وانت اسمع جوه. يلا وانتوا كلكم ادخلوا اسمعوا. بص انا شايف الواد الصغير كده التليفون يلعب بيه، مش كل التكنولوجيا الحديثة دي بتبقى نافعة عليكم. لا بصي انا شايف طبعا ان الاحسن ان انت تاخدي ابنك الصغير في حضنك وتحكي له حكاية من الكتاب المقدس. دول اطفال دول اطفال، تعالى بس تعالى سيبك سيبك تعالى اتفضل. براحتك يا ابني، انا قلت رايي مخير مش مصير. اقول لك تحب افتح لك التلفزيون ولا اجيب لك اليوتيوب ولا لا 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 انا عندي فكره احلى. خد اللابتوب بتاعي اهو اتسلى. يا حبيبي الاكل اتاخر ليه؟ عايزين ناكل عايزين ناكل عايزين ناكل عايزين ناكل. حاضر ثواني والاكل هيبقى جاهز، انتوا جعانين على طول كده. بقول لك يا مينا انا شايف ان اللابتوب ده كلام فاضي كتير، كل الافكار اللي عليه دي عايزه تتفرج. مش مهم يا يسوع، ما هو يعني بيقول لك سعى لقلبك وسعى لربك. مش صح الفكره دي يا حبيبي، اديني فرصه انضف لك الذاكره بتاعتك، قصدي الميموري بتاعت اللابتوب دي، اديني فرصه. لا 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 اصل يعني بصراحه انا برجع لها من وقت للتاني. بص يا ابني انا قلت لك رايي يا حبيبي وانت مخير. I hate you. Whatever. لا يا بنات ليه كده بس؟ بص انا هقول لكم على حاجه، انتوا تتكلموا باللغه اللي انتوا عايزينها، عايزين تتكلموا بالانجليش عايزين تتكلموا بالعربي براحتكم، بس المهم نتكلم مع بعض بادب وذوق وحب، حبوا بعض زي ما انا ما بحبكم. لما يكبروا بقى بنحفظهم الايات والحاجات الكتير بنحفظهم. يمين يا حبيبي لما يكبروا هيسمعوا كلام وحش كتير وهيحفظوا الكلام الوحش ده، ومش هتيجي فرصة ان هم يحفظوا كلام الانجيل والايات. انت بتحب ايه يا يسوع؟ انا بحب الاطفال يا شنودة. يسوع بيحب الاطفال. تعالوا يا حبايبي. يعني انت بتحبنا؟ طبعا طبعا. طيب ليه انت مش بتيجي بيتنا؟ ليه ليه؟ احنا بنحبك برضو. طيب خليك معانا النهاردة. ايوه خليك معانا يا يسوع، خليك معانا يا يسوع. انا معاكم على طول يا حبايبي. يلا يا اولاد يلا 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 روحوا العبوا يلا يلا. معلش يا يسوع اصل يعني الاطفال مش متعودين عليك. للاسف يا مينا اللي انت بتقوله ده مظبوط، انا شايف ان هم مش متعودين عليا. انا يا حبيبي لما جيت وخبطت على بابك انت فتحت لي وسمحت لي ان انا ادخل، لكن انا من ساعه ما دخلت حاسس ان انا ضيف مش مرغوب فيه. ليه بس بتقول كده؟ يعني انا زي ما قلت لك في البدايه احنا يعني مشغولين شويه وعندنا ضيوف وعيد ميلاد بنتي، فيعني ما انت طبعا هتشاركني العشاء النهارده، في احسن من كده مشاركه؟ طب تعالوا يا اولاد تعالوا احكي لكم حكايه. واحد في العهد القديم كان اسمه يعقوب. يعقوب ده كان عنده 12 ولد، واحد من ولاده كان اسمه يوسف
وبعدين ايه يا مينا ده؟ ايه اللي انا شايفاه ده؟ احنا ازاي نكتف العيال في مناسبه حلوه زي كده؟ اما احنا عاملين الحفله ليه؟ يعني مش عشان العيال يقوموا ويلعبوا ولا عشان يقعدوا ويسمعوا الحواديت؟ مش عارف. اسمع يا يسوع، سيب العيال يعني تفرح وتنبسط النهارده، وبقى يعني تعال لهم في يوم تاني احكي لهم بقى قصص وحواديت والحاجات دي كلها. يلا يلا يا اولاد، يلا يلا افوا، يلا روح العبوا وانبسطوا. حتى الاولاد، انا شايف ان الجو هنا في البيت مش مريح ابدا. ليه بس بتقول كده؟ ليه احنا يعني مزنوقين شويه اليومين دول؟ يعني انا مثلا بطلع الساعه 6 الصبح، ارجع الساعه 4 يا دوبك اكل لقمه وارجع اروح شغل تاني. فما بنصدق بنعمل مناسبه زي دي عشان نفرح ونفرفش، وبصراحه احنا ما عندناش وقت ان احنا نستضيف اي حد النهارده، اقصد يعني اي حد. وبصراحه كده مصير العيال تكبر ونبدا بقى ساعتها نقول لك تجيلنا علشان تملى حياتك. يعني يا حبايبي ده سبب يخليكوا تسيبوا الاولاد من غير؟ صدقني يا يسوع الحياه في البلد دي طحن في طحن. لا الجو هنا مش صحي خالص. طب ممكن يا مينا بس تسيب الباب موارب يدخل لك نور ينقي جو البيت؟ لا طبعا، ازاي؟ احنا لو سيبنا الباب هيجيب تراب وعفره وحاجات كتير وحشه. بقى وحشرات ودوشه، وبصراحة هيشغلنا عن تربية الأولاد. يعني انتوا كده بتربوا الأولاد صح؟ حفلات ومدارس وفن وتضيع وقت وخلاص. الباب هيدخلك هوا وهيدخلك نور تشوف بيه الحاجات الغلط اللي في البيت. الباب يا مينا هيساعدك في تربية الأولاد. افهم افهم يا مينا. أنا فاهم، بس يعني الحكاية لما تشوف الحاجات الغلط خطوة بخطوة يا حبيبي هتصلحها. هتفرق في إيه؟ احنا عارفين ناخد بالنا، ما انت ديك شايف البيت والمدارس والاولاد مش فاضيين، مفيش حد فينا فاضي، وبصراحه انا شايف الحكايه مش مستاهله. سهله ازاي وانتوا عايشين من غير هدف؟ ولا افكاركم مترتبه ولا اهدافكم روحيه ولا حتى مهتمين بتربيه الاولاد. هتفرق في ايه يعني؟ اهي عيشه وبنعمل اللي علينا خلاص، بقى هي بقت عاده خلاص. عاده غيرها يا ابني وانا معاك اهو. تاني هتفرق في ايه؟ احنا اهو ادينا عايشين، احنا خلاص كمان اتعودنا على الحياه دي ومبسوطين. يا حبيبي ايوه بصراحه هي دي حياتنا. العاده دي يا حبيبي انا معاكم وايدي في ايديكم. برضو مفيش بقى داعي للارشادات الكتيره دي، احنا عارفين نمشي حياتنا صح. سيبنا في حالنا بقى، سيبنا في حالنا. لا بلاش يا مين، العيشه اللي انتوا عايشينها دي مش عيشه. هات ايدك في ايدي قبل ما الموضوع ما يخرج من ايدك وتضيع الفرصه منك. هات ايدك في ايدي الممدوده لك على طول، وانا قادر اكفيك في كل احتياجاتك الماديه دي، بس اديني فرصه وبلاش الاهتمام الزياده ده بالجسد والاكل والشرب والارضيات. اهو شفت، اديك نسيتني صينيه المكرونه اللي هتتحرق. شفت برضو؟ وايه كل الازايز والحاجات اللي جايبينها دي؟ كل ده غلط في غلط. معلش معلش، انا شايفه ان كده كفايه بقى. انا بصراحه مش عايزه اتكلم من ساعه ما جيت البيت. انت من ساعه ما جيت البيت عمال تتحكم في حياتنا وفي حياه اولادنا، وعايز نسيب الباب مفتوح قال ايه علشان يجيب الهوا. لو سمحت كفايه كده، خليك في حالك وسيبنا في حالنا بقى. بصراحه يا ريت. لا يا حبايبي، انا زي ما قلت لك يا مينا، انت مخير مش مصير، بس انا بتكلم عشان مش عايزك تفقد ابديتك. انا لازم امشي من البيت ده. ليه عاوزنا تعمل اللي انت عاوزه؟ انا حر حر، مش ده كلامك اني مخير مش مسير؟ يا حبيبي مش عايز اي حد فيكم يفقد ابديته، عشان كده انا لازم امشي دلوقتي. تمشي تمشي ازاي؟ تمشي ازاي بس؟ طب احنا اهو حضرنا الاكل اهو، طب نقعد ناكل لقمه. طيب كان نفسي يا مينا، بس ما ينفعش اقعد في بيت عايزني ضيف وبس، عايزني بس بالاسم، عايزني صورة متعلقة على حتة البيت، ده مش مكاني. طب أقول لك، أجيب لك سمك، أنا عارفك بتحب السمك، تعالى كل معانا بس. يا مينا يا حبيبي، أنا مش جاي لك عشان أنت اللي تخدمني، بالعكس، أنا جيت علشان أنا اللي أخدمك. لما لقيت حياتك فوضى ومتهرجلة وبالطريقة دي، حبيت أدخل فيها عشان أنا بحبك، لكن أنت اللي مصمم تعيش في كتمة وظلمة وفوضى، والاختيار اختيارك. خليك معانا يسوع. كان نفسي يا سب، كان نفسي تعيشوا في هوا وفي نور
وفي هواء نقي ينميك وينمي أولادك ويوقفهم في الطريق الصح. مفيش داعي بقى للإرشادات الكتيرة دي، إحنا كده مبسوطين، أنا كده مبسوط. كان نفسي ما تبقوش مهتمين قوي كده بالأرضيات والتوه في شهوات العالم، لكن زي ما قلت لك يا مينا أنت مخير مش مصير. أقول لك تعالى بقى ودوق عمايل إيدي، هتغير رأيك وهتعرف إن إحنا اللي كنا على حق. أكيد طبعًا، إحنا على حق. اللي هنطلع على حق. أيوة طبعًا. برضه يا راندا كان نفسي أعمل حاجة، كان نفسي ما تبقوش مهتمين قوي كده بالأرضيات. أنا دلوقتي لازم أمشي. يا عين يسوع خليك معانا، يسوع خليك معانا يسوع. أنا معاكم على طول يا حبايبي، ومديت لكم إيدي عشان أنا بحبكم، بحبكم كلكم. وقبل ما تقضي سنين في دموع وبدل ما تدور على راحتك في الناس، أي وقت تنادي وتقول لي يسوع هتلاقيني واقف مستنيك على الباب. تعب من الماضي بكل ما فيه وجروح تنزف لسه بتأذي، بس اما ينادي يقول يا يسوع حالا يلاقيني. ويسوع بيخبط باب القلب سنين وسنين، وعشان الواحد منا يسيب 99. ويسوع بيخبط باب القلب سنين وسنين، وعشان الواحد منا يسيب 99. هيجي بشفا ويمد ايديه وكسر القلب كمان يدوي، في الجاي معاه هو يحلي ويملى بافراح. انا غالي قوي ومحبوب فعينيه، من حبه ناقشني في كف ايديه، بيشيلني وبيشيل حملي عليه ومعاه برتاح. مساء الخير عليكم وكل سنة وانتم طيبين. يا رب كده ان شاء الله 2024 تبقى زي ما هي سنة كبيرة وكبيسة زي ما بيقولوا بالعربي، تبقى مليانة يا رب فرح وسلام ومحبة وخير لكل واحد مننا، وربنا يزودنا في النعمة وفي المحبة يا رب. الترنيمة اللي هنقولها مع بعض دلوقتي هي ترنيمة المفروض ان احنا نكون عارفينها، لان احنا بنقولها كل يوم في القداس بس بنقول اللحن بتاعها. لو عارفين اللحن اللي هو بتاع بي اويك، بنقول ايه؟ بي اويك، دي على نفس النغمه بس اسهل بقى، يعني الكلام كله بيتقال على طول. فنصليها مع بعض ونسمع اول حته وبعد كده نقولها مع بعض. مين غيرك نترجى، مين الراحة معاه غيرك يا رئيس الحياة، فيك واسقين مهاني غيرش لأننا فيك مسكين. كويس نقولها الحته دي تاني، نقولها الحته دي تاني، حلو قوي، بس يا ريت كله يقول. يعني لو في حد مش شايف الناس الورق انا طبع لهم ورق، لو في حد مش شايف ممكن ياخد ورق من ده. يلا مع بعض، وعايز شويه ابعد الميكروفون واسمع الصوت كل بيقول. 1 2 3
مين غيرك نترجى مين الراحة معاه غيرك يا رئيس الحياة فيك واسقين مهاني غير اشي لأننا فيك مسكين. اللي بعدها بقى بتقول ايه؟ والغرقان يناديك يلقانا جا والتعبان يلقى دواء بك حسن بأمان وثبتنا الأحزان عشان انت ما بتسيبناش. لما نيجي نسمع الحتة بتاعت ما هنغرقش لأننا فيك مسكين والغرقان يناديك يلقى نجاة والتعبان يلقى دواء، نفتكر حاجات من الجميلة اللي كانت بتحصل، وبطرس لما مشى على المية وربنا اداله كل الإيمان والثقة والمعجزات اللي حصلت في الشفاء الكتيرة اللي يسوع عملها. فعلشان كده بقول يا ريت واحنا بنقولها كده نبقى فرحانين ونبقى بنصليها. طيب البيت اللي بعد نقوله مع بعض على طول، احنا عرفنا الطريقة، لو عرفنا الطريقة بقى هنقول على طول. ها عرفنا الطريقة؟ لو حد مش عارف يقول مش عارف. عرفت الطريقة؟ اوكي. البيت اللي بعد، مين غيرك نلجالي نرمي حمولنا علي. لا ما ينفعش كده، لا 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 ما ينفعش. الصوت من فضلكم الناس اللي ورا بتتكلم لو سمحتم، الناس اللي ورا بتتكلم. يوسف صحصح معانا لو سمحت. ولما نرجع للقرار برضو خلاص هنقول كلنا حرك بقك وصلي. هي مش ترنيمة، مش بنقول، مش بنستعرض أصوات، احنا عايزين نصليها. مين غيرك نلجالي نرمي حمولنا علي من بيدي تالى عنا كتير املناش غيرك ما انت حنين ما بتنساش ما بتنساش الصرخين بدموع لك صرخين يا يسوع يا شايلنا في عينيك علشان عنا عليك وقت الخوف ما خفناش قرار مين غيرك نترجى راحة مع غيرك يا يوسف حياة فيك واسقين مهني غير اشي لأننا فيك مسكين والتعبان باني الدواء بك حسن بأمان وثبتنا الأحزان عشان انت ما بتسيبناش. معلش اغشش يوسف بس يعمل ايه علشان ده اول بيت خالص. هو ده القرار. ايوه ده القرار. دلوقتي انت عدي اللي بعده، هنقول اللي بعده خالص اللي هو الاول. احنا هنقول ليك حكمة
أو البيت البيت الأخير اللي هو بيبدأ من نص السكرين دي اللي هو ليك حكمة ليك حكمة. يلا مع بعض 1 2 3. ليك حكمة وليك ترتيب، انت يا رب عجيب، مش بتسيب حقنا ولا بتغيب، يهجم ديب بعصيتك تبعده عشان انت قدير، هم كبير لتفسير او كان شيء من غير تفسير، مش بس تحليه لكن بتخليه بقليل القرار. يوسف خير مين نترجى، مين الراحة معاك غيرك يا كله كله يقول ريس الحياة، قين مهن غرش لأننا فيك مسكين، والتعبان يناديك يلقانا جاه، والتعبان يلقى دواه، بك حسن